إذن مشاهدينا، شهرزاد في بعبدة مسرحية بدأت سجينات لبنانية التدرب عليها لأدائها في إبريل المقبل في سجن بعبدة، وبحضور عدد من الضباط والشخصيات الأمنية. نصوص المسرحية مستوحاة من معاناة السجينات، فهن اللواتي كتبن معظم أجزائها. بالضبط، وهما استقين مضمونها وأغانيها من تجاربهن الشخصية. هذا العمل هو نتاج دورة علاج بالدراما أقامتها المخرجة والممثلة واختصاصية العلاج بالدراما زينة دكاش، وذلك بعد نجاحها في العام 2009 في خوض التجربة ذاتها مع مساجين سجن رومية من الرجال ضمن مسرحية 12 لبناني غاضب. خلونا نشوف هذه التجربة المميزة جدا. أهلا وسهلا يا حبيبتي، أهلا وسهلا. زي تحضر المسرحية حياتي مهضومة كثير. بدي إلكم الله يفرج عليكم، أكثر من هيك ما بدي إلكم. من بعد التجربة الأولى اللي صارت داخل سجن رومية يلي كان 12 لبناني غاضب، يلي هو مشروع علاج بالدراما، يعني عدة جلسات علاجية لكن من خلال استخدام المسرح، وكان الطموح إنه نقدر نعمل عمل مسرحي يعني كمان مع جلسات علاج بالدراما يلي هو جلسات تعبيرية لهالنساء يحكوا عن صعوباتهم، عن مستقبلهم، عن شو تطلعهم للحياة. تم اختيار سجن بعبدة اللي هو سجن صغير كتير، مبنى ما يعني ابدا ما بيشبه رومية، ثلاث طوابق، في حوالي 70 سجين جوا، كمان من جرائم مختلفة، من قتل لمخدرات، تعاطي إتجار، سرقة. بدي أقول إنه ما حدا يغلط وما حدا يفوت على الحبس، يعني العالم تاكل تراب بس ما تفوت على الحبس. هذا اللي بدي أقوله، لأنه كل دقيقة بالحبس تسوى عمرك كله برا، يعني كأنه أنا هلا إلي سنتين أحس حالي إلي 10 سنين. بندم لأني شفت يوم من الأيام شيء اسمه مخدرات، وبندم إني عطيت ثقتي لعالم ما بينعطوا الثقة، إنه أمنت العالم ما بينعطوا الثقة أبدا. وبندم على كل يوم مرق وما حدا بنتفق. مش معقول يعني انه انا قاعده 5 سنين، انه قاعد 5 سنين بضهر بلاقي بنتي اتجوزت. عنوان المسرحيه هو شهرزاد ببعبده. تم اختيار العنوان، كنا قاعدين بدردشه انا والستات، وقلت لهم انه عن جد انتم بشو بتشبهوا حالكم او قصصكم بشو بيشبهوا. راسا وحده بتكب انه هي سامعه مره انا بهيدا الف ليله وليله، ليه مش قاري يمكن الناصي، بس عن جد عملت كليك براسي. فكل المسرحيه هي مثل مجموعه تابلويات لهالستات، في تابلويات غنى، في تابلويات رقصة، في تابلويات قصة محكاة، في تابلويات سكتش لشخصين، بس كلهم بيست على معاش معين. وبنفس الوقت كيف شهرزاد ما كانت تخبر قصصها لشهريار انه تتغير له نظرته ما يقتلها يمكن، فهن نفس الشيء جايبين كأنه هالمجتمع، بدنا نخبركم قصة بركي بترحمونا، بركي بتسمعونا، بركي في شيء بغير بنظرتكم لنا كنساء مجرمات انتر جيمي قاعدين بهيدا المكان. ما هول الناس بالنهايه قاعدين جوا، لا في شغل بيشتغلوه، جايين من عائلات فقيره جدا متدنيه، يعني ما في مصاري. بغض النظر جرمهم اكيد عملوه، ولا وحده منهم جاي تقول انا بريئه، هيدا الشيء كثير واضح يعني، بس ثلاث ارباعهم جايين من معاش في عنف اسري، العنف الاسري بس نقول يمكن تعنيف من الاب، الاخ او الزوج، او يعني ما ربيوا ب كمان مطرح او عائله رواء وكله منيح وهي راحت عملت جريمتها. يعني هون بتشوفي ليه وصلوا الرجال اليوم، اذا بتقولي لي ليه انعمل ثلاث ارباعهم كانوا جايين من منهجيه حرب، كله كان حامل وريد ايام الحرب، ف يعني في سبب ليش وصلنا لهون. هروبا راحت عطت مخدرات، هروبا او مواجهه للمشكله راحت قتلت لانه ما عاد عندها عقل كمان يفكر شو ممكن اعمل. ايويها خلقت بنت بزعل قالوها، ايويها جابوا بقليها ولما عرفوها بنت ضبوها، ايويها وبس للابتدائي علموها،
قاويها جوزوها وفكروا هيك سطروها قاويها بحضن آدمي أو أنياب ديب زتوها. كل ما نعمل مداخلة علاج بالدراما يعني دراما ثيرابي مع مجموعات مهمشة كان سجناء أو مدمنين مخدرات أو نساء معنفات وهيك بيشوفوا بالمسرح أو يلي هو دراما ثيرابي أداة تمكين يعني بتمكنهم يوصلوا صوتهم يعبروا يستخدموا هالجسم هالصوت هالعيون الاي كونتاكت داخل سجن بعبده الحدود الزايدة إنه أنت عم تشتغل بمساحة كتير صغيرة تستخدم لعدة أشياء يعني أيام نحن عم نكون عم نتمرن وفي طنجرة عم تنجل حدك عرفت أو عم بينقلوا البطاطا فخبرينا عن المشهد تبعك كتير بيضحك يعني حبس نحن أيام بس منفكر بالسجين الجوا نحن مننسى إنه السجين عنده عائلة وراء عنده ناس عنده أولاد هي برا واللي بيدق فيك كتير إنه هول نساء ثلاث أرباعهم أمهات يعني بمطرح عن جد كمان كوني أنا امرأة يعني في تعاطف زائد إنه عن جد الولد البرا المحروم من أمه المعارف إذا أمه رح تطلع أو لا يلي بينمنع بمطرح يعبطها لأمه يعني بده يلاقيها وراء القضبان هيدي هي المواجهة كتير صعبة بالوقت اللي بتحس إنه في أشياء كتير بسيطة فيها تصير يعني كاعة صغيرة لهالأم تقعد هي وابنها على القليلة نص ساعة تعبته تحكي معه ما هول مهمين وإلا نحن عم نجيب مجرم تاني كمان على المجتمع اللي بيحب ولاده بلوعهن عغيابه هيك اللي بيحب ولاده بشردهن بغيابه غلطوا هالناس وتابوا غلطوا هالناس وتابوا موجز لأهم الأنباء من أخبار الصباح.